منبلش بالمشهد الأول بـ2024 الحلقة التانية، بتقله سمعة لو لقاي مين انت؟ فبيقلها أنا لقاي ابن ناظم ديب. بتقله ما كنت عارفة انه عنده ولاد، بيقلها مبلا أنا ابنه بدك أكد لك، وبيطلع لها الهوية. بياخد منها الفريد، بتقله شو المطلوب منه؟ بيقلها بدك تطلعي لي بي من المستشفى أو بقتلك مثل ما قتلت بيك. عم بتقله شو عم تستلمني؟ بي مات سكتة قلبية. بيقلها طيب هيدا التليفون لمين؟ بفرجيها تليفون بي، بيقلها ليكي، وحاطت صورة حفيدته كمان. بتقرب وبتقدر تاخد منه الفريد، تضربه على راسه وبتكلبش له ايديه بالطاولة. بتروح ركض لحتى تلاقي بنتها، بيكون بالاحتفال في داب، واحد لابس داب اكيد هو من رجاله للوقاي، بيحملها لنور قال انه هو عم يلعبها وبياخدها وبفل. نور هي اسمها للبنت بالضيعة يعني، لانه اسمها الحقيقي ميرا بس هن ما بيقولوا اسمها الحقيقي. توصل على الاحتفال وبتصير تعيط لها وتصرخ، بس بتكون البنت رايحة وبتكون اخدها، بياخدها معه بنيمها وبطلعها بالسيارة. بيكون لقاي فاكك حاله وبيروحوا سوا. البنت بتاخدها رسمية، بتجي جارتها لعندها وبتقلها انه ليه انت ونور اختفيتوا من الاحتفال؟ فبتقلها سما نور وجعتها بطنها وجبتها على البيت فهلا هي نايمه. وبتطلب منها الفيديوهات اللي صوروهم هي ورفقاتها والعالم بقلب الاحتفال لحتى تشوف مين اللي خطفها لبنتها. هي وعم تحضر الفيديوز بتشوف الدب يلي حمل لبنتها واخدها. شوي وبدق الباب، بيجي لقاي، بتفتح الباب بتحط الفرد براسه وبتقله وين بنتي؟ فبيقلها بنتك بامانتي، بس انا رجالي اذا ما دقيت لهم كل ساعه وتطمنوا علي رح تكون بنتك ميته. بفوت بيقول لها انا ما كان بدي اخطف بنتك، بس انا جيت لعندك وقلت لك شو بدي وانت ما قبلتي. بتقول له منيح ما قتلتك. بيقول لها قعدي لحتى نحكي. بتقول له انا وبيني وبينك ما في حكي، عم تفهم؟ بيقول لها لكن ما بقى تشوفي بنتك بحياتك. بتقول له انت مفكر الشغله لعبه؟ بيك عليه حراسه، اذا برغشه فاتت بحسوا فيها. بيقول لها هيدي مشكلتك مش مشكلتي. بتقول له انا شو خصني؟ ليش عم تعاقب بنتي وانا ما خصني بهاي العمليه؟ انا استقلت من زمان من الشعبه. بيقول لها كل مشاكل عائلتنا من ورا راسك، انت ضحكتي على ابن عمي ورجعتي قتلتيه، وثلاث ارباع رجال بي ميتين بسببي، فهلا حياه بنتك مرهونه على هيدا الطلب. بيعطيها تليفون وبيقول لها احكيني من هيدا التليفون، بتمنى ما تعملي شي حركه غبيه لانك حتخسري بنتك. بفل فبتلحقه وبتقول له بدي احكي معها، بدي اطمن انها منيحه. فبيقول لها بتكون نايمه هلا، عبكره بخليك تحكي معها. هو وفالي اللي بيكون ايمن جاي لعندها، بيطلعوا ببعض وبيطلع في ايمن مصدوم. فبيقول لها ايمن مين هيدا؟ شو عم يعمل عندك بنص الليل؟ فبتقول له ما بعرف، وجاي يسال عن حدا مضيع بالعنوان. فبيكون جاي بهديه لميرا، بيقول لها انه ليش منك عم ترد على اتصالاتي؟ بتقول له كانت مريضه بنتي وعشان هيك ما قدرت احكي حدا. فهو وفالي بدق له واحد وبيقول له رح اعطيك رقم سياره وبدك تعرف لي عن صاحبها كل شيء. رسميه بتكون عم تجيب اكل لبنتها لسما، فبتقول لها مين انت؟ طلعوني من هون انا بدي امي. بتقلها رسمية خرسي يلعنك انت وامك، وبتطلع وبتقفل عليها الباب. تاني يوم الصبح بتفتح سما خزنة بتكون حاطة فيها فرودة، بتاخد منها فرود وبتطلع. هي وعلى الطريق بتدقلها رسمية، بتفتح بتكون بنتها، بتقلها ما تخافي انا رح طلعيك. بتاخد منها التليفون رسمية وبتقلها صباحو يا سما، فاجأتك ما هيك؟ ما تخافي بنتك من هاي العين قبل هاي العين. بتبلش سما تستكشف المستشفى والكاميرات وهي القصص كلها لحتى تطلعوا من المستشفى لناظم ديب. أيمن بيعرف إنه نمرة السيارة مزورة لواحد لبناني ميت من 4 سنين. لقاي بيجيب معلومات عن الغول يلي هو النجم رفيق علي أحمد. الرجال اللي عم يشتغلوا مع سما بيبرموا الكاميرات وبياخد فرجال الدفاع المدني لحتى ياخدولن السيارة أكيد. سما بتفوت على المستشفى بتخدر الممرضة وبتاخدها تيابها واسمها وتفوت. أيمن بيروح لعندها على البيت بس ما بيلاقيها. والمشهد الأخير بتفوت لعند ناظم ديب على الأوضة وبتقول للشباب إنه أنا صرت بالأوضة، فبيقطعوا الكهرباء عن المستشفى كله. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الحلقة، بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة، بحبكم كتير، باي باي.